ما بين الحديث على أنه لا صوت يعلو على صوت المعركة عندما يتم يتعلق الأمر بأمن الدولة وبهيبتها وبصراع بقائها، وما بين أصوات أخرى تتحدث عن أن حقوق الإنسان مفهوم قائم عليه أن يكون حاضرا في كل الأوقات، وأنه علينا دائما أن نكون منتبهين حتى لا ننساق إلى فكرة التنازل عن حقوق لا نملك بعد ذلك أن نستردها. ما بين هذين الصوتين معركة تدور رحاها على ساحة إلكترونية وتشهد في كل يوم المزيد من الحطب إذا جاز أن نطلق عليه كذلك، وذلك مع كل أخبار لقبض على متهمين، لإعلان عن جرائم بعينها، أو حتى ظهور لبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم. على خلفية هذه المعركة برحب بضيفي على الهواء مباشرة، سأتوقف معهما عند هذا الموضوع وموضوعات أخرى. أرحب بالأستاذ مالك عدلي مدير شبكة محامي المركز المصري للحقوق السياسية والاجتماعية، أرحب كذلك بالباحث والناشط السياسي الأستاذ تامر موافي. أهلا بحضراتكم. أهلا مالك. يعني أنا وأنا بتحدث عن المعركة دي أنت طرف فاعل فيها، وفي أصوات متعارضة في هذه المسألة. البعض بيرى أننا بنوسع الآن نطاق ما يمكن أن يطلق عليه دولة بوليسية، والبعض الآخر بيرى أن الدولة الآن في حالة حرب، وأن الكثير جدا من الإجراءات اللي ممكن في ظروف عادية البعض يتوقف وينتقدها عليه الآن أن يغض الطرف عنها. مظبوط؟ ده حقيقي، بس ده كمان سبب لتفسير غير واقعي، انه الناس ترجمت مخاوفها. انا متخوف من شيء ما، فحولت تخوفاتي دي الواقع على خلاف الحقيقه، وبقيت اتعامل مع انه اللي بيحصل ده تصرف من تصرفات الدوله البوليسيه. انا باعتباري محامي، باعتباري بشتغل في مجال حقوق الانسان، اقدر التزم بقاعده انه الضروره تقدر بقدرها. يعني اذا الدوله محتاجه امكانيات زياده في مواجهه ما يمكن ان يسمى بموجه ارهاب، او موجه هجوم على دور العباده، او موجه هجوم على الاقباط، او موجه هجوم على منشات الدوله، اذا اعتمدنا قاعده ان الضروره تقدر بقدرها وسلمنا بان الدوله محتاجه شويه صلاحيات زياده علشان تواجه هذه التصرفات او هذه الاعمال الغير قانونيه، في الواقع مش هدور على انه دي تبقى دوله بوليسيه. ومش هقول كده، انا هقول انه دي دوله بتتعامل مع فكره انه عندنا معطيات بتتغير وصلاحيات الدوله طبقا للحاله الامنيه بتزيد او بتقل. اللي بيلفت انتباهي في الواقع بيبقى مش اداء جهات البوليس ولا قوات الجيش ولا اي حاجه من الحاجات دي، اللي بيلفت انتباهي بيبقى اداء النيابه العامه واداء المؤسسه القضائيه، لانه هي دي الكفيله انه هي تحكم على تلك الاجراءات، اذا كانت الاجراءات دي تمت بمخالفه للقانون ولا اذا كانت الاجراءات دي لها ما يبررها. اقدر افهم انه الشرطه تقبض على عدد كبير من المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين، وانه هي تتهمهم بانهم حازوا سلاح وان هم شاركوا في اعمال تخريبيه، بس ما اقدرش افهم انه النيابه العامه تروح تحقق مع المتهمين جوه سجن، لانه لا يجوز عقلا ولا منطقا ان احنا نحقق مع متهم داخل مكان الاحتجاز بتاعه، حتى لو كان لاعتبارات امنيه، حتى لو كان نقله ممكن يترتب عليه خطأ. طيب حتى على وزاره الداخليه قالت للنيابه العامه ان والله هناك اعتبارات امنيه احنا ما نقدرش ننقل المتهمين، فالنيابه العامه مشكوره انتقلت للسجن. معنى كده انه فورا لازم يبقى في مكان من السجن يتحول لغرفه تحقيق، ما يفضلش سجن زي ما هو. ده بيحصل. فلما يبقى بيروح المحامين عشان يحضروا الجلسات التحقيق بتاعتهم فيتمنعوا ويعاملوا باهانه، والمسؤولين عن السجن يمنعوا دخولهم، وانه يبقى التجديد حبس المتهمين يتحول من اجراء قانوني قد يفيد في انه احنا ما نهاجمش ما يمكن ان نسميه بالاجراءات البوليسيه او بالقمع او الى اخره، بيتحول لاجراء مفرغ من مضمونه، بيقول لا والله ده واضح انه كده احنا داخلين على فكره انه الاجراءات دي اجراءات قمعيه، لانه الحاجه الوحيده اللي بتنزع عن الاجراء كونه قمع او لا هو انه يبقى عندي نيابه عامه ومؤسسه قضائيه بتشتغل بجد، وفي محامين بمكنهم من ان هم يعملوا عملهم يؤدوا عملهم باقتدار، وفي مؤسسات حقوقيه انا ما بهاجمهاش لما ترصد اللي بيحصل. الهجمه دلوقتي على المحامين ما بيتمكنوش من اداء عملهم. الهجمه دلوقتي الكل شايفها والكل يشهد بيها على مؤسسات حقوق الانسان. صحيح، ويعني في حتى بدات مصطلحات على سبيل التقليل والسخريه زي نشطاء وحروف مخففه. يعني طبعا ده ممكن يكون أسوأ شيء حصل خلال الثلاث سنين من يعني احنا في السنه الثالثه من عمر الثوره المصريه، انه يبتدي الناس تبدا تستهين بمصطلحات وبنشطاء حقوق الانسان، وان الناس تبتدي تخلط ما بين النشطاء الحقوقيين والنشطاء السياسيين، وان النشطاء السياسيين بسبب خوفهم
او قلقهم من حالة التفكير العامة اللي في الشارع المصري، انه الشارع المصري كله قد يكون جزء كبير منه متوحد ضد فكرة ما او متوحد ضد جماعة ما، فانا بخاف من رأي الناس فيا فبقلب من نشط سياسي. هل لسه في فرق اصلا بين النشط السياسي والنشط الحقوقي؟ طول الوقت في فرق. يعني هل الفكرة دي واضحة؟ يعني احنا بنجد كتير جدا حتى من يطلق عليهم حقوقيين او بيمارسوا العمل الحقوقي هم متأثرين طول الوقت بافكارهم السياسية، بموقفهم مع او ضد. هل ما زال هناك شريحة يطلق عليها الحقوقيين تعمل بتجرد ووفق معايير من غير ما يكون هناك هوى سياسي؟ طبعا في، وما ننكرش انه دي فئة بتتضاءل مع الوقت، او فئة يعني بتقل اعدادها مع الوقت، بس طبعا في. والشيء الوحيد اللي بيميز ما بين الحقوقي وما بين السياسي، وارد جدا ان الحقوقي يبقى عنده ايديولوجيا هو مؤمن بيها، بس كمان هو ما بيعلنش عن انحيازه في الغرب. احنا عندنا حتى في مراكز حقوقيه كانت تبع حتى جماعه اخوان المسلمين سواسيه وغيرها بالظبط، وهذه المراكز يعني هل يعني هل نقدر نقول انها مراكز حقوقيه بتدافع بالحق المجرد عن السياسه، ولا هي بتدافع؟ بص حضرتك، لما بنيجي نوصف مركز على انه مركز حقوقي فاحنا لازم نبص على السيره الذاتيه بتاعه المركز ده. المركز ده بيعمل ايه؟ تمام. وبدون ما ابتدي اذكر اسماء، ما اعتقدش انه احنا ممكن نجيب اي شركه محاماه ونقول عليها انه هي مركز حقوقي، او نجيب يافطه زرقاء ونعمل مؤتمر منظمات المجتمع المدني ضد الانقلاب ويبقى هو ده المجتمع المدني المصري. ده تهريج. وما ينفعش انه يبقى في ناشط سياسي بيخاف يقول رايه او قلقان يقول رايه او مش متاكد من رايه فيستخبى او يلبس عبايه انه هو بتاعه انسان، لان هو في الواقع مش بتاعه انسان. احنا كل ما كنا نرجوه من المجتمع المصري ومن الحكومة المصرية ومن الإعلام المصري إن هو يجنب العاملين بمجال ومؤسسات حقوق الإنسان عناء إن هم يبقوا جزء من الصراع السياسي. إحنا مع الناس، وإحنا مع إرادة الناس، وإحنا مع حماية الدولة المصرية، وإحنا ضد الإرهاب، بس إحنا كمان مع العدالة الجنائية، وإحنا مع حقوق الإنسان، وإحنا ضد الإجراءات القمعية، وإحنا ضد إن مصر ترجع دولة بوليسية تاني لو في حد متخيل إنه ده ممكن يحصل. ما أعتقدش إن دي معادلة صعبة تتفهم، فما تخلينيش جزء يعني ما تخلينيش في مرمى نيرانك، لأنه أنا مش المفروض عدو. معادلة مش صعب إنها تتفهم زي ما قلت، لكن أنا بسأل هنا أستاذ تامر الموافي، هل هي معادلة سهل إنها تتحقق؟ لا طبعا هي معادلة صعبة. أوكي. في المرحلة اللي احنا فيها حاليا، اولا عايز ارجع الاول لكلامنا عن مفهوم الدولة البوليسية، لان مالك يمكن ضيق الموضوع او قال ان انا اقدر اتيقن ان انا امام دولة بوليسية لما اوصل لمرحلة النيابة العامة واشوف هي بتعمل ايه. الواقع ان مفهوم الدولة البوليسية حاجة عام من كده بكتير، وعشان كده لما حد فينا بيقول ان احنا عندنا مخاوف من عودة الدولة البوليسية، المقصود هنا هو ان انا قدام مجتمع بيضع مقدراته بين ايدين الاجهزة الامنية بتاعته. ده المفهوم الحقيقي للدولة البوليسية. الدولة البوليسية معناها ان انا المجتمع قرر ان اولويته هي الامن، وانه هيحل هذه الأولوية من خلال الأجهزة الأمنية، وبالتالي يسلمها السيطرة الكاملة على كل شؤونه. أليس هذا أمر مبرر في لحظات خطر بيشعر فيها الإنسان ان وجوده مهدد وان أمنه مفقود؟ خلينا نقول الآتي، أولوية الأمن موجودة في كل الدول، مفيش حاجة اسمها انا في حالة خاصة فالأمن هو الأولوية. في الواقع مش قائم بنفس الدرجات في كل المجتمعات ولا في كل اللحظات. هنا دوت الشعور بيه هو اللي بيختلف، لكن الحقيقة ان اي دولة في العالم الامن هو الاولوية الاولى بتاعتها، لان من غير الامن انا مش عارف اشتغل، من غير الامن انا مش عارف انتج، انا من غير الامن لن اكون متمتع بحرياتي الاساسية الاخرى، لان الامن معناه ان انا اللي بيحقق لي اول حق من حقوق الانسان الاساسية اللي هو الحق في الحياة. فبما ان انا في خطر على حياتي فانا مش هقدر بعد كده احصل بقية حقوقي، وبالتالي اولوية الامن موجودة في كل الدول. الفرق هو حاجتين بين الدول العادية والدولة البوليسية. اولا ان مفهوم الامن في الدول العادية بيبقى مفهوم بتقوم الدولة كلها على تحقيق من خلال كل فعالياتها، فعاليات السياسية والفعاليات الاجتماعية، المجتمع المدني الخ. في الواقع كل الفعاليات ديت بيبقى لها دور في تحقيق الامن بمفهومه الشامل في الدولة. لكن لما بنحصر مفهوم الامن فإن بيقوم به هو المؤسسة الأمنية بس، وبالتالي تلاقي المؤسسة الأمنية بتتوسع في أمور لا علاقة لها بها، لأن الأمن فعلا بيتعلق بأمور زي الثقافة السائدة، الإعلام بيقول إيه، الوعاظ في
الجوامع والكنائس بيقولوا ايه. فصحيح ده ليه علاقة بالامن، لكن في الدول العادية بتعامل مع هذه الامور كيانات متخصصة فيها، فعاليات ثقافية بتخش في حوار مفتوح مثلا عشان ترسخ مفاهيم ثقافية معينة وتواجه مفاهيم ثقافية تانية ضارة الى في الاعلام كذلك في توازن في الوعظ في حالة خطر، في حالة خطر، في حالة خطر زي البحيرة مثلا مصر في الفترة دي، وفي حالة من حالات التوسع في القبض، عندك حالة طوارئ وهي حالة يعني بكل الدول تقريبا بتفعلها عندما تواجه تهديد مفهوم. خلينا اوصل النقطة. الفكرة هي ان انا دور المؤسسة الامنية في اي مكان في العالم هو مواجهة العنف لما يصل لمرحلة مواجهة الخطر على الامن لما يصل الى مرحلة العنف. اوكي، المراحل اللي قبل كده هو بيقوم بيها فعاليات ثانية في الدولة المفروض. فالمؤسسة الأمنية لما بتتعامل مع هذا الإطار أيا كانت مستويات العنف بتعلى أو بتوطى، المؤسسة عندها حرفية، عندها مهنية كونتها بأنها مركزة على هذا المجال طول الوقت، فعندها أدواتها الكافية أنها تتعامل وترفع من مستويات استعدادها في لتواجه كل خطر لما بيرتفع مستواه. إذن هنا هو لما كنا أنا المؤسسة بتاعتي مشتتها وطول الوقت هي بتعمل في بأساليب نقول عليها وقائية، فشغالة بأسلوب إنها إحنا عايزين نقفل على كذا ونقفل القناة الفلانية وعايزين نوقف الإمام الفلاني اللي بيلقي خطبة الجمعة وعايزين نعمل كذا وعايزين نعمل كذا، هو مش مركز في المجال بتاعه، في المجال بتاعه بيبدأ يضعف لأن هي المؤسسة أصيبت بتراخي. مرة تانية أنت بتتكلم عن أوضاع عادية، هل الأوضاع الاستثنائية تبرر إجراءات استثنائية في وجهة نظرك؟ بالنسبة للمؤسسة الأمنية طبعا، ما ده شيء مفهوم. إحنا أنا بقول لك إن المؤسسة الأمنية عليها إنها بتحط نفسها في وضع يسمح لها بالتعامل مع الأخطار حسب مستواها. دلوقتي لما مالك بدأ يتكلم عن الصلاحيات، هي العملية مش بالعمومية دي. أنا كمجتمع المفروض إن أنا عارف إن لما أنا بدي للأجهزة الأمنية بتاعت الصلاحيات أعلى في حاجة أنا بدفعها. صحيح. وبالتالي الحاجة دي لازم تكون مقننة. يعني إيه مقننة؟ يعني لازم أعرف دلوقتي إيه هي الصلاحيات المطلوبة؟ وإيه هي أثرها على حياتي؟ وفي نفس الوقت إيه مستوى الاحتياج ليها؟ يعني أنا محتاج مثلا إن أنا في قانون الطوارئ إني أطلع أوامر اعتقال. طب هل يعني بشكل عام كده أوامر الاعتقال أنا محتاجها في جميع الأحوال؟ هل في الحالة بتاعتنا ديت تشبه حالة مثلا التسعينات لما كنا محتاجين أوامر الاعتقال؟ الحالة بتاعتنا ممكن نقول إن إحنا بنواجه فصيل خرج لفترة ما إلى النور، أصبح معروف كل كوادره، معروف القيادات بتاعته، حتى مصادر تمويل ومش عارف ايه كلها خرجت على الايه على سطح الارض. اذا هل انا محتاج ان انا اروح اقبض على ناس يعني بشكل غير غير قانوني او يعني مش متبع؟ هل ده حصل؟ هل في اوامر لغايه دلوقتي؟ خلينا حتى هذه اللحظه في شبهات ولكن مش مؤكده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنلاقي ناس بتتاخد وبعدين بعد كده هوت يتقال اصل في العلاقه ده امر ضبط وايه واحضار. يعني هنا انا ما عنديش يعني انا مش بنحاول ان احنا ايه زي ما تقول نصطاد في الامور دي. يعني الحقيقه البعض فعلا شايف ان في شويه لا هو هم بيقولوا كده، لكن الواقع ان انا بحاول ان انا دايما ارسخ لدى الناس احساس بقيمه حاجه هتفضل دائما ومستمره معاه. بمعنى ايه؟ احترام الاجراء القانوني، خاصه ان انا مش شايف ان هو اي احتياج الى ان انا اتخطاه. يعني انا لما يكون قدامي حاجه تخطى فيها الاجراء القانوني وشفت ضروره واضحه زي مثلا ان احنا اكتشفنا فلان الفلاني في المكان الفلاني واللي ممكن يهرب منه في خلال مش عارف دقائق، لكن هم بيروحوا ياخدوهم وهم نايمين على فكره. مين؟ لكن احنا بنتكلم عن فكرة. انا مش شايف الضروره، لا يعني انا لازم الصلاحيات اللي انا بديها للمؤسسه الامنيه تبقى نمره واحد مبنيه على ضروره واضحه، نمرة اتنين ان هو في نفس الوقت يكون عنده الحرفية اللي تخليه يستخدمها بدون ما يضر ناس غير متداخلين في هماش اطراف. زي ما بنشوف دايما ان في ناس بتتاخد بشكل عشوائي. طيب انا برضو عايزة اقف عند النقطة دي، وهي فكرة الاشتباه
وفكره احيانا مبررات القبض حتى لو كان احترازيا في الاول، بالذات لما يكون في تهديد وفي كلام عن اطراف داخليه واطراف خارجيه ومحاولات الخروج بره البلاد وما الى ذلك. هرجع لحضراتكم للتعليق على هذه النقطه، لكن تشكيل المجلس الاعلى لحقوق الانسان اللي صدر قبل ايام قليله، البعض نظر اليه بتفاؤل لان بعض الذين كانوا خارج هذا المجلس وكانوا في الغالب ينتقدون أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان أصبحوا في داخل هذا التشكيل. هل يعني ذلك أن هذا سيحدث فرق في أداء هذا المجلس؟ هل سيحدث فرق في النظر لحقوق الإنسان كمفهوم مرتبط بتحقيق العدالة؟ نشاهد أولا التشكيل، بعدها أعود لضيفي. المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار اتخذه الببلاوي مؤخرا، حيث شغل محمد فايق منصب رئيس المجلس وعبد الغفار حسين شكر منصب نائب الرئيس، وبرئاسة شرفية للدكتور بطرس غالي. المجلس يضم مجموعة كبيرة من الأعضاء النشطاء في مجال حقوق الإنسان، ومنهم مناذ الفقار، كمال الهلباوي، شهندة مقلد، سمير مرقص، جورج إسحاق، محمد عبد القدوس، نجاد البرعي، ومنال الطيبي. احنا عشنا أحرار، واجهنا الظلم بكل وسائله، ولن نقبل بالظلم، ولن نقبل بأننا نكون عصا في يد أي جهة من الجهات. وموضوع رابعة يدرس، وموضوع الحرس الجمهوري يدرس، وموضوع كرداسة يدرس، وموضوع أسوان يدرس، وكل المواضيع لابد أن يكون في تقصي حقائق حقيقي في الانتهاكات التي تمت من يوم 30 يونيو الى حد يومنا هذا. من جميع الجوانب لازم الناس يكون في شفافيه كامله في هذا الموضوع، و ايضا بحياديه كامله. منذ انشاء المجلس في عام 2004 كان هناك امل في مزيد من الاصلاح الديمقراطي في مصر، تلاشى مع الحكومات المتتاليه، فهل يصبح له هذه المره دور فعال في الحفاظ على حقوق المواطن المصري؟ هلا يعقوب، قناه دريم. إذن هل يعني هذا التشكيل بضم وجوه جديدة كانت الأعلى، كانت بعضها من أصحاب الأصوات العالية في انتقاد مفهوم حقوق الإنسان في الدولة، أننا مقدمون بالفعل على تأصيل لهذا المفهوم؟ سأطرح هذا السؤال على ضيفي، لكن على هامش هذا النقاش اسمحوا لي أن أنتقل قليلا إلى خارج الحدود، إلى الوضع في سوريا الذي يتأزم لحظة بعد لحظة. استدعاء مجلس اللوردات البريطاني اليوم البرلمان للانعقاد في جلسة طارئة، تصريحات متضاربة تدل على أن القوى الغربية تقدم رجل وتؤخر الثانية فيما يتعلق بالضربة، هل الأمر كذلك؟ تصميم بدأ على الرئيس الفرنسي وهو يعقد مؤتمره الصحفي مع رئيس المجلس مع رئيس الائتلاف الوطني المعارض السوري، إلى أين يمكن أن تقودنا هذه الأحداث وهذه قراءة من قلب المشهد أو على حدوده للدقة؟ معي عبر الهاتف من الحدود اللبنانية السورية الزميل وليد الشيخ، مراسل التلفزيون الألماني. أستاذ وليد أهلا بك. أهلا بحضرتك. لو ترصد لنا الأجواء الموجودة حولك، هل بالفعل أنت شايف أجواء حرب، أجواء الاستعداد لتلقي ضربة؟ إيه المشهد كما يبدو لمن يقترب منه؟ الأجواء متضاربة أو فيها نوع من التوتر شوية والتشوش شوية، لأنه امبارح مثلا كان في 15,900 واحد جم من سوريا على الحدود اللبنانية ودخلوا من المعابر الثلاثة، لكن النهارده الأمر يمكن أخف شوية بعد تراجع الرئيس الأمريكي أو كلامه إنه لسه لم يتخذ تمام قرار الضرب بصورة واضحة. من ناحية ثانية طبعا بريطانيا شفنا الجلسة بتاعت البرلمان بتاعها، وشفنا برضه فرنسا بدأت زي ما حضرتك بالظبط بتقدم رجل وفخر، لأن المسألة مش ببساطة ومش بسهولة. وليد، أنت واحد من الذين غطوا سوريا لوقت غير قليل، كنت من الذين دخلوا حتى في وقت مبكر على الأرض في سوريا، لو ترصد لنا الأوضاع، يعني نحن بنسمع أصوات مثلا من داخل الائتلاف بتتحدث عن الضربة، وجود رئيس الائتلاف المعارض في المؤتمر الصحفي بجوار الرئيس الفرنسي، والحديث حتى عن أهداف قدمتها المعارضة السورية للضرب، إلى أي مدى ده بيجد ليه أصداء في داخل سوريا؟ إلى أي مدى أصوات الداخل السوري متضاربة أو متعارضة حول مثل هذه الضربة؟
اكيد متعارضه بدرجه كبيره، لما كل الناس عارفه انه اي ضربه عسكريه امريكيه او غربيه بوضع عام مستحيل تكون بتهدف لمصلحه البلد زي ما حصل مع العراق قبل كده. لكن خلينا نرجع ورا ثاني، المساله انه ببساطه امريكا دخلت العراق عشان تزيد هيمنتها على الشرق الاوسط، حصل العكس، سقطت في ايدي الهود الشيوعي، وبالتالي تقوى المحور الروسي الايراني حزب الله حماس. كمان مصر بالخطوه الاخيره اللي حصلت بدات تبتعد قليلا عن الهود الامريكي، فامريكا لازم تقصر في اكثر من مكان، بتحاول بقدر الامكان انها تعبر يعني تحل العقده بالمنشار زي ما عملت قبل كده اكثر من مره. لكن قضيه يمكن حتى الروس انا بعتقد ان هم بيشغلهم تحت، يعني قالوا ان احنا مش هنتدخل، لكن ده هيكون تداعياته خطيره على منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومعناها انه حتى لو انتوا قدرتوا تضربوا لكن مش هتقدروا تسيطروا، والامر ممكن يعني يخرج من نطاق السيطره. عشان كده بدا الغرب يراجع نفسه مره ثانيه، وامريكا تراجع نفسها بعد ان الجمهورين ما بداوا ينتقدوا، وفي نفس الوقت في بريطانيا وفي نفس الوقت في فرنسا، لان المساله ممكن تبداها لكن ما تعرفش تبداها تيجي هي امتى وازاي بالظبط. يعني انت لو قرات على الارض وانت موجود دلوقتي على الحدود السوريه، هل قراءه المشهد بتؤدي الى ان في ضربه فعلا وشيكه بعد ما كان بيتم الحديث عنها امبارح باعتبارها مساله ساعات؟ اليوم بدا يبقى في ضربه ولا ما فيش ضربه؟ هل الامور بتبدو بالطريقه دي دلوقتي؟ لا يستطيع احد ان يحسم اذا كانت الضربه ستحدث ام لا؟ طبعا يعني خلينا نقول ان حتى فكره الضربه كانت في وقت غير مناسب تماما، وكانت بطريقه يعني مثلا يوم 5 سبتمبر الخميس الجاي في اجتماع قمه ال 20، ومش متوقع ابدا ان يكون في اجتماع قمه ال 20 ويحصل قبلها بيومين ثلاثه ضرب في بيتسبورغ. المساله مش بالصوره دي، في كلام حاليا انه يعني انه في خطه او نوع من التراجع، ان احنا ممكن نوصل بالنسبه للغرب وامريكا الى اتفاق او اصدار قرار في مجلس الامن باستبدال الضرب بان احنا نفتش المناطق اللي فيها اسلحه كيماويه، وده هيرجعنا ثاني لفكره العراق وفكره غير الواقع. فكره الضربه كان فيها استعجال شويه، لكن سبب في الاخر انه المساله مش بالبساطه دي، انت تقدر تدخل المستنقع لكن ما تقدرش تخرج منه، ده هيدعم التيارات الاخرى المعاديه لامريكا، بل هيدعم النظام السوري نفسه وهيبقى المعارضه السوريه. وفي نفس الوقت لما اسرائيل تعمل مناورات وتهدد تجارب حزب الله، الحاجه الثانيه كمان حماس دلوقتي بعد ما الاخوان المسلمين سقطوا في مصر فاضطروا ترجع للحزب بتاعها اللي هو مع ايران ومع سوريا وروسيا، فالمساله مش بالبساطه اللي نشرتها. طيب يعني اذا كانت المساله دلوقتي بتبدو ده من الناحيه السياسيه، انت كما اشرت في البدايه دخلت الى الاراضي السوريه اكثر من مره في اثناء العامين اللي فاتوا. البعض بيتحدث برغم حتى وقوف رئيس الائتلاف السوري المعارض النهارده بجوار فرانسوا اولاند رئيس الفرنسي ان المعارضه السوريه لم تعد على قلب رجل واحد، ان الشارع السوري حتى المعارض لبشار لم يعد كذلك بعد دخول العناصر الجهاديه والتكفيريه على الخط، وبعد مخاوف من تفتيت لسوريا قد يعقب سقوط نظام بشار او من سيطره عناصر تكفيرية على المشهد هناك. هل هذا الكلام يستند إلى الواقع كما رأيته بنفسك؟ طبعا أنا دخلت سوريا 24 مرة خلال 24 شهر اللي فاتوا. المعارضة السورية طبعا بدأت يحصل فيها مشاكل كتير، وبدأ حتى تنقسم إلى معارضة ما بين سلفية، معارضة إخوان، معارضة حتى بدأت تدمير أوضاع سوريا، يعني بدأت تدميرها بعض الجهات البريطانيه والامريكيه والغربيه والقاده الاسرائيليه كمان في منطقه جنوب سوريا. لما يعني المساله فيها لخبطه من ناحيه، من ناحيه ثانيه الوضع بيتطور بطريقه في غير صالح النظام السوري طبعا، وفي غير صالح المعارضه السوريه، وبدانا ندخل في مازق انه بيرجعنا ثاني للحل السياسي. الوضع السوري الى حد ما في الدعم للرئيس السوري بدا يزداد في 48 ساعه داخل سوريا وحتى داخل العالم العربي، حتى في مصر بيرفضوا النظام لانه مجنون، احنا بنرفض النظام وفي نفس الوقت بنرفض التدخل الاجنبي لانه عمره ما فات لا العالم العربي ولا مصر، وده طبعا هياثر على التوازن كله. عشان كده حتى المتحدث في الاتفاق النهارده او رئيس الاتفاق النهارده قال جمله على عكس ما قالها اوباما وعلى عكس ما قالتها الخارجيه الامريكيه، نحن لا نريد اسقاط النظام او تغيير عمليه التوازن في اللعبه، لدرجه انه في تكريمات انه الرئيس بشار بالاضافه للخطاب اللي راح للبرلمان البريطاني عشان تخويف من مساله العراق او تكرار الخطا، في كلام تسريبات انه في رساله من وزارات ضربه بسيطه بدون ما تغير مع التوازن الموازين المعادله او سوسه النظام،
قد نتغاضى عنها. يعني المسألة فيها أبعاد سياسية يمكن تكون صعبة للمشاهد المصري لذلك، لأنه كان مجنون في حداث خلال الشهرين اللي فاتوا للأسف كانت سيئة جدا، وده يوفر المصير الخارجية المصرية ما ترجع بسرعة للسياسة دي بمصير المصرية، وإن ترجع للبحث عن جذور مصر ومدى قوتها سواء في أفريقيا أو في العالم العربي بعد فترة التوهان اللي احنا فيها. يعني السيناريو اللي انت بتشير اليه ان تحصل ضربه كده وكده زي ما بيقولوا، وان يتم التعامل معها برضو على طريقه كده وكده، ضربه محدوده غير مؤثره، ويتعامل معها نظام برد فعل محدود، ويعود الامر للحل السياسي. هل ده سيناريو بالفعل ممكن ان يكون منطقي وتنتهي اليه الاحداث، ولا يمكن بالفعل ان تتراجع سيناريوهات الضرب من الاساس؟ هو مبدئيا الضربه الحقيقيه المدمره مش موجوده، ومن اول لحظه امريكا اشارت اشارات انها تكون ضربه خفيفه، وحتى في اشارات من سوريا ان احنا لن نقبل ضربه قويه او تجارب معادله، وروسيا قالت الكلام ده. لكن من ناحيه ثانيه حتى في ضغوط داخل امريكا من ناحيه الجمهوريين وداخل بريطانيا وداخل فرنسا وفي الشارع العربي كله، قد يكون اكثر تطرفا تجاه المصالح الامريكيه لما تكون في مصر مثلا في دعوه الى مهاجمه السفارات على الفيسبوك، الى مهاجمه السفارات الغربيه التي تدعم او تهاجم سوريا، فده بيخليه ممكن يتراجع حتى عن الضربه الخفيفه للوصول الى حل دبلوماسي سياسي او اطار قرار الامم المتحده بالدخول وتفتيش الاماكن اللي يعتقد ان فيها اشياء كيماويه او بيولوجيه، بس ده برضه ممكن يلاقي رفض حتى من سوريا عشان ما يتكررش النموذج العراقي، ويبقى في نوع من التدخل في القرار السوري او الهيمنه الغربيه ويغلق مرحله العراق مره ثانيه. إذا على عكس ما بدا البعض أمس، ما بدا الوضع أمس من أن الضربة كانت حتمية ووشيكة، اليوم تبدو محتملة وقد يتم التراجع عنها. أنا بشكر زميلي وليد الشيخ مراسل التلفزيون الألماني من على الحدود السورية اللبنانية، بتمنى لك السلامة وليد ولكل الأهل في سوريا الغالية، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو وإلى الموضوع الذي كنت أناقشه. أستاذ مالك عدلي، كنت سألت حضرتك عن تشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يعني البعض قرأ فيه أن في حالة من حالات الجدية بالتعامل مع حقوق الإنسان كثقافة يراد ترسيخها في المجتمع، طب بأي أساس أنتوا شايفين أن في هجوم شديد على هذه المفاهيم، وفي نفس الوقت شايفين الدولة بترسخها بطريقة قانونية؟ طيب الأول بس أنا عايز أشاور على حاجة سريعا، أنه حتى في التقرير وقع في نفس اللغط أو نفس الخلط ما بين ما هو سياسي وما هو حقوقي. يعني مثلا أستاذنا كمال الحلباوي والأستاذ جورج إسحاق والأستاذ عبد الغفار شكر أساتذة نحترمهم ونجلهم، بس هو مش مشطاء حقوقيين تمام، وإنه تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقا للإرشادات الصادرة من 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 لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتقول إنه مجلس حقوق الإنسان ده لازم يضم ممثلين للتيارات السياسية وممثلين للتيارات الدينية، فمش عيب إن احنا نقول إنه دول تم اختيارهم لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبارهم ممثلين للتيارات السياسية، بس ما ينفعش نقول عنهم مشطاء حقوقيين. وليه يعني هل المفترض بس المعنيين بحقوق الإنسان هم فقط المشطاء الحقوقيين؟ مش المشطاء الحقوقيين بس، المعنيين بحقوق الإنسان هم بالأساس اللي جزء من عملهم واهتمامهم وتركيزهم متعلق بالقضايا الحقوقيه، اللي هم ما عندهمش ايديولوجيا واضحه. يعني حضرتك مثلا ما تقدريش تقولي، ما حدش يقدر يقول انه الاستاذ نجاد البرعي توجهه السياسي ايه، ما نعرفش. هو طول الوقت بالنسبه لنا الاستاذ نجاد البرعي ناشط حقوقي تمام، بس انا عارف ان الاستاذ جورج اسحاق عضو الامانه العامه لحزب الدستور، عضو الهيئه العليا لحزب الدستور، وعارف ان الاستاذ عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي. هل هذا بيطعن في تشكيل المجلس؟ ده ما بيطعنش، لا ده قانونا طبقا للمعايير الارشاديه ده بيقول ان المجلس لازم يضم ممثلين للتيارات السياسيه. انا بتكلم بس على فكره الخلط ما بين السياسيين والحقوقيين، لان ده طول الوقت بيعمل نوع من انواع سوء الفهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مجلس حقوق الانسان بتشكيله ده انا ادعي ان هو تشكيل مثالي، حتى ممثلي التيارات السياسيه اللي موجودين فيه معروف عنهم انتمائهم لقضايا العداله الاجتماعيه وقضايا الانسانيه ونبذ العنف وما الى ذلك، او معظمهم متجاوزين حتى الانتماء، متجاوزين حاله الخلاف للانتماء بالظبط، حاله الخلاف وحاله الاستقطاب. كمان المجلس بيضم لاول مره شباب مهمومين حقيقه بقضايا حقوق الانسان، زي الشباب المهمومين بقضايا حقوق الانسان في شائعات متداوله ان حسام بهجت لحد دلوقتي القصه مش واضح قبل ان اعتذر، بس يعني انا كمان سمعت ان هو قرر الاعتذار المره دي عن اختياره كعضو في المجلس القومي لحقوق الانسان. بس عندنا مثلا صديقتنا راجي عمران منسقه جبهه الدفاع عن متظاهري مصر، وجودها في المجلس القومي لحقوق الانسان مكسب لينا. في عندنا الاستاذ نصر امين والاستاذ نجاد البرعي، عدد كبير من اساتذتنا وجودهم في المجلس القومي لحقوق الانسان بيديله فعلا صبغه الجديه، وانه معايير واسس الاختيار مختلفه عن المجلس
المجلس السابق، بس يبقى انه مهمتهم صعبة، والاختيار اللي هم الاختبار اللي هم داخلين فيه اختبار صعب، لانه مفهوم انه مجلس حقوق الانسان من سنة 2008 على ما اعتقد عنده مشكلة مع لجان المراجعة الدورية، وانه طول الوقت كان بيتصنف على انه مجلس غير جدي وما بتصدرش القضايا بشكل حقيقي حاجات بالشكل ده، فهيبقى مهمتهم للحكومة اللي تهتم تماما، فهيبقى مهمتهم بالتعاون اعتقد كمان مع الحكومة ومع الجهات المعنية ان هم يثبتوا للعالم انه اصبح لدينا مجلس قومي لحقوق الانسان يمكن التعامل معه، وما تبقاش مضطرة الدول في المؤتمرات العالمية الخاصة بحقوق الانسان يطلبوا من مصر من المؤسسات الحقوقية في مصر تقرير ذل، لان هم مش واثقين في التقرير الرسمي، عشان المجلس القومي لحقوق الانسان ايام مبارك كان بيضرب التقارير المتعلقة بحاله حقوق الانسان، وكانت بتبقى تقارير ما بتعبرش. قبل ما ارجع معاك النقطة اللي احنا كنا واقفين عندها وهي النقطة الخاصة، هل بالفعل كان في انتهاكات مثلا في قرارات القبض والضبط والاحضار اللي حصلت؟ اسمح لي انا عايز اسال تاني الاستاذ تامر موافي، يعني حتى رغم ان انت اعترضت على هذه النقطة، لكن بارز في خطاب الكثيرين ان هم شايفين في هذه اللحظة اللي هم وجودهم مهدد، واللي فيه تنظيم يرون انه رفع السلاح في وجوههم، وان علاقاته المتشابكة، يعني تحدثت عن اجراءات استثنائية بمبررات واضحة، هي قد لا تكون واضحة، يعني المعلومات جهات الامن في هذه الحالة تتحدث انها واضحة لديها، هي لا تستطيع ان تطلعك عليها في وقت الخطر نفسه، او في وقت ان في تهديد بعينه ومعلومات لا تستطيع ان تبرزها جميعا. هل المطلوب منكم قدر اكبر من المرونة والتعامل في هذه اللحظة وارجاء بعض الاسئلة؟ طيب خلينا طبعا المرونة مطلوبة عامة في ظروف زي دي مفهوم، وبالتالي احنا لما بنتقبل ان تفرض حالة الطوارئ اعتقد دي مرونة كبيرة، محدش اعترض على فرض حالة الطوارئ، اوكي، فبالتالي ده قدر معقول هو من المرونة. المطلوب بعد كده هوت ان نمرة واحد، المواطن العادي عليه ان هو يسأل نفسه الاسئلة التالية، انا معني بايه، انا خايف من ايه، انا خايف ان الامن امني يتهدد، ده شيء رائع تمام حقك طبعا، وعارف ان انت امام جماعات تستخدم العنف في الشارع وبتهدد حياتك، عليك بقى بعد كده انك تسأل نفسك طب هي انهي اجراءات اللي ممكن فعلا تحقق لي الامان، انا هستفيد ايه لما سين من الناس يتم مداهمة بيته مثلا في ساعات الصباح الاولى الساعة 2 الصبح مثلا يعني قبل الفجر مباشرة، ويتاخد من سريره علما بان هو ما بيتحركش من مكانه، وان انا لو في امر ضبط واحضار هروح اخده في اي وقت. ده في مكان حضرتك يمكن جات لأمنا عندها معلومات تانية، يعني بس الموضوع كمان ليه اكثر من تفسير، هي يعني انا ممكن اقعد ابحث في تفسيرات كتير، لكن لما اعتبر ان دوت اجراء علي ان انا اكون مرن واتقبله، لازم يكون في واضح مبررات فعلا حقيقيه. ايه ترجمه حضرتك لحاله الطوارئ؟ ايه ترجمه حضرتك الفعليه لحاله الطوارئ؟ ما هنا دي عندنا برضو فيها مشكله تانية، لان احنا اولا في ناس كتير ما عندهاش فكره قانون الطوارئ بينص على ايه بالظبط، وبالتالي في ناس برضو ايدت فرض حاله الطوارئ بدون ما تبقى عارفه هو ده بيعمل ايه. في حاجات في قانون الطوارئ مثلا بتبيح للحاكم للسلطه انها تكلف اي انسان بعمل باي عمل بالزبط. طب ده احنا محتاجينه في الحاله بتاعتنا دي ازاي ليه مثلا؟ اوامر الاعتقال ممكن تكون مفهومه لما نكون بنتكلم عن جماعه زي ما قلت لك هي تحت الارض تمام، وانا عشان اقدر اوصل لناس مختفيين في الواقع يعني لازم اتحرك بسرعه، مفهوم من دوت، لكن انا بلاقيها انها ممكن تستخدم ضد الناس معروف مكانهم ومش مش هاربين، ما كانوش هربانين اصلا يعني، فهنا يبدا الموضوع يبقى فيه شويه خلل. احنا بنتكلم هنا هو عن انا عندي مرونه في التعامل مع امور بيبقى واضح فيها الضروره، يعني هنا مش هجادل فيها، لما مثلا يقوم بمداهمه مكان في واحد مطلوب وهربان زي مثلا محمد البلتاجي لما مسكوه النهارده، اوكي شيء واضح جدا ان لازم يكون في مداهمه تمام، لكن لما يكون في حد هو طلب امر ضبط واحضار بس هو قاعد في بيتهم وهو مش خطر ومش هربان وكلام من ده، فممكن تاخده بشكل عادي، هي برضه فكره تقييم كمان بشكل عادي الخطر. مين الذي يملك فكره تقييم الخطر؟ يعني هل حضرتك باعتبارك لم تشارك مثلا في تحقيقات، ما كنتش مع المتهمين، ربما لا يتسنى ليك انك تعرف اذا كان هو خطر ولا لا؟ خلينا نقول ان دائما وابدا في امور بالمنطق العادي والطبيعي للناس نقدر ان احنا نحكم عليها، في امور ثانيه
ما بتبقاش واضحه، وساعتها فعلا بنسيب الموضوع للي عنده المعرفه. خلينا في ننتقل من مساحه المنطق الى مساحه المعرفه فعلا. وانا هسال استاذ مالك، باعتبار ان حضرتك مهتم بعدد من القضايا بشكل عام، هل بالفعل انت رصدت انتهاكات يمكن ان احنا نقف ونتكلم عنها ونقول ان حصل فعلا هنا انتهاك لحقوق مقبوض عليهم او توسع غير مبرر في استخدام قانون الطوارئ؟ طيب، اولا هو يعني لحد دلوقتي قانون الطوارئ لسه ما استخدمش، يعني بس عشان نعرف عشان الناس تطمن. السبب الرئيس من استخدام قانون الطوارئ في الواقع، يعني باعتبار انه انا محامي يعني متابع القانون الطوارئ كويس، انه الحكومه المصريه لا تستطيع ان تفرض حظر التجوال بدون ان تفرض حاله الطوارئ، لانه حظر التجوال امكانيه اجراء من الاجراءات التي لا يتيحها الا قانون الطوارئ. حتى لو هنفتكر لما الرئيس المعزول مرسي حب يفرض حظر التجوال في محافظات القناه وقت احداث بورسعيد، فرض حاله الطوارئ قبل ما يفرض حظر التجوال، وبالتالي حتى الان لم يصل الى علمنا انه صدرت اوامر اعتقال اللي هي ابرز مظاهر قانون الطوارئ، ابرز مظاهر قانون الطوارئ بالظبط، ما حصلش. ولكن حضرتك كنت بتسالي عن فكره المرونه. هو الناس بتخلق كتير جدا ما بين فكرة المرونة مع الأحداث الجارية وفكرة غض الطرف. أنا أقدر أبقى مرن، يعني أنا أقدر أبقى فاهم إن وزارة الداخلية قبضت على أعداد كبيرة جدا من المعتقلين، وإن في مخاطر أمنية، وإن في أقسام بتتهاجم فيضطروا إن هم يحتجزوهم لبعض الوقت في معسكر من معسكرات الأمن المركزي. تمام؟ بس ما أقدرش أفهم إنه النيابة تتنقل عشان تحقق في قلب معسكر الأمن المركزي وإنه التحقيق ما يبقاش فيه سراي محكمة. طب لو قلنا إنه برضو الظرف الأمني هو اللي بيخلي النيابة تروح تحقق، ما أقدرش أفهم إنه النيابة تبقى بتغض الطرف عن إنه يبقى في محامين حاضرين التحقيقات مع المتهمين، لأنه ده انتهاك من انتهاكات حقوق المتهمين. ما أقدرش أفهم هل ده حصل؟ ده حصل. ما أقدرش أفهم إنه الحكومة تفرض حظر التجوال وما تستثنيش منه المحامين، تمام، وتبقى النيابة بتحقق تحقيقات مسائية مع المتهمين. حظر التجوال المفروض من الساعة 7، وأي حد هينزل الشارع هيتقبض عليه بما في ذلك المحامين. طب النيابة في معسكر السلام ولا في معسكر على الطريق الصحراوي على الكيلو 10:30 بتحقق مع بتاع 120 متهم، مين المحامي اللي هيروح لهم؟ ده انتهاك ولا مش انتهاك؟ طب انا فاهم حاله الاستعجال، بس انت كمان عشان تفرض حاله الاستعجال في اجراءات مكمله، انك تستثني مثلا المحامين من الحظر، ان النيابه تنتدب محامين يروحوا في وسيله مواصلات تابعه للدوله تاخدهم وتوديهم علشان امانهم اثناء فتره الحظر، انما ان انت تبقى الظروف الامنيه هي اللي سايقانا، الظروف الامنيه لما تبقى هي اللي سايقانا طول الوقت، فده هيأدينا ان احنا نبقى بنغلط. هل انت تابعت على عن قرب مثلا بعض القضايا اللي حصلت؟ هل تابعت حضرت مع بعض المتهمين؟ انا قلت واثير واثير قبل كده ان هناك شائعه انه في مثلا 250 من البنات المنتميات لتنظيم الاخوان المسلمين تم القبض عليهم. صحيح، ولا اننا عندنا كشوف المعتقلين كامله. احنا كذبنا فورا هذا الخبر وقلنا انه عدد البنات اللي عندنا 17، بعد كده العدد لما كملنا الكشوف قلنا انه العدد 30، خرج منهم 4 يتبقى 26، معظمهم لم يتعرض لاي ايذاء بدني. مشكلتنا بس انه بعضهم اتحقق معاه بدون محامي، وان ده تحفظ من تحفظاتنا. لما اصدقائنا المحامين راحوا يحضروا التجديدات مثلا في سجن ابو زعبل، لانه في عدد من المقبوض عليهم مقبوض عليهم عشوائيا في ذوي احتياجات خاصه، في احداث مقبوض عليهم عشوائيا وسط الاحداث دي، وبالتالي احنا مضطرين ان احنا نقدم لهم مساعده قانونيه، وفي ناس اهاليهم ما يقدروش يوفروا لهم دعم قانوني، ما يقدروش يدفعوا فلوس لمحامي. تمام؟ فبالتالي احنا ايمانا منا بكفاله حق الدفاع للمتهم، لان احنا لو ما عملناش كده الدوله نفسها لازم تعمل كده وتنتدب محامي. فلما رحنا نحضر التحقيقات الداخليه رفضت تدخل المحامين السجن. تمام؟ يعني محامين جبهه الدفاع جميعا رفعتم تقرير مثلا لاي صدر بيان من جبهه الدفاع متظاهري مصر، وقدمنا طلب للمحامي العام بتمكيننا من حضور التحقيقات وان هم يعلمونا باماكن التحقيقات، بس ما فيش محامي من محامين جبهه الدفاع متظاهري مصر تمكن من ان هو يدخل سجن ابو زعبل مثلا اثناء التجديد. هل طلب منك الجماعه نفسها ان انت تدافع عن بعض المتهمين؟ لا طبعا، واحنا قبل كده جبهه الدفاع متظاهره مصر كانت مطلعه بيان قوي وواضح وصريح، قلنا فيه انه اولا احنا باعتبارنا محامين فاحنا بنقدر نميز شويه ما بين المتهمين اللي ممكن يكون ملفق ليه قضيه بسبب انتماء سياسي او ان هو بيعبر عن رايه، وبين المتهم فعلا اللي ممكن يكون حائز سلاح او متورط في اعمال ارهاب او في حرق او في قتل او ما الى ذلك. فاحنا قلنا ان احنا مش هندافع عن اي ضالع في قضايا قتل او ترويع او حرق او ارهاب، ده خارج الاجنده بتاعتنا، لانه جبهه الدفاع المتظاهري مصر هي جبهه مؤسسه من سنه 2008 لدعم المتظاهرين السلميين وليس اي متظاهر مسلح. دي حاجه بتواجهنا. مشكله تانية لما نيجي نرصد الانتهاكات، وفي حاجه هقولها لك على عجاله، لما حصلت احداث فضل رابعه
العدويه والنهضه وعرفنا ان في قتلى سقطوا، احنا اخذنا قرار سريع جوه المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ان احنا عشان نتوقع الشائعات، لان احنا فاهمين انه تنظيم زي الاخوان المسلمين ممكن يطلع يقول اللي ماتوا 10,000 واحد ويجيبوا لنا صور من سوريا ويجيبوا لنا صور من بورما ومش عارف ايه. قررنا انه فريق المركز ان احنا عامل نقول لهم ان احنا في طوارئ، ولو سمحتوا انتوا هتنزلوا تعدوا الجثامين اللي موجوده في الاماكن وفي المساجد وفي المشارح جثمان جثمان ونجمع بياناتهم عشان ما تطلعش شائعات انه العدد اللي مات اكتر من كده ولا اقل من كده، لان احنا مؤمنين انه اي شخص قتل اكيد له حقوق واهله ليهم حقوق ولازم نعرف مين اللي قتله وقتله ليه. لما نزلنا عملنا التقرير ده وفضل فريق المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بيلف بين المساجد والمشارح والمتطوعين معاه والمتعاونين معاه مشكورين بيعدوا الجثامين بايديهم، طلعت اعلاميه محترمه شهيره قالت انه الحصر اللي احنا عملناه لاعداد القتلى ده بيثير علامات استفهام حوالين المركز المصري. تمام. وحتى لما طلبنا منهم انه احنا نرد على اللي هي قالته حوالين المركز المصري هم رفضوا تماما وتهربوا من طب يعني تخيل ففكره العمل. الهجوم لاي حاجه احنا بنرصدها الهجوم عليها بمنطق انه مش عيب ان احنا نقول ان في ناس ماتوا اثناء احداث في الضربه، العيب ان احنا ما نقولش هم ان في ناس ماتوا، العيب ان احنا نبقى بندلس على الناس. نفس الامر ونفس المنطق لما جبهه الدفاع متظاهري مصر تروح مطلعه بيان تقول احنا مش هندافع عن الناس ضالعين في اعمال ارهاب، فيبقوا الناس بتشتم في جبهه الدفاع متظاهري مصر. لما نقول ان جبهه الدفاع متظاهري مصر الواحد تقدم دعم قانوني لبعض المحتاجين لدعم قانوني حقيقه، فيبقوا الناس بيشتموا برضه في جبهه الدفاع متظاهري مصر. فعشان كده بقول الموقع المشتوم عشان كده بقول اي موقف لازم يستثنوا العاملين او المشهور عنهم ان هم بيعملوا بمجال حقوق الانسان من مرمى النيران السياسيه، لان احنا في الواقع مش خصوم لحد، وانتمائنا هو انتماء للبلد ولحقوق اي مصري عايش جوه. النيران السياسيه اللي انت اشرت اليها وبرجع هنا للاستاذ تامر الموافي، انتم مش مسؤولين عنها بشكل من الاشكال بعد ضياع الخط الفاصل بين مفهوم الممارسه السياسيه وبين مفهوم الدفاع او الحقوقي الناشط الحقوقي الذي يدافع عن قيمه مطلقه بصرف النظر عن من يتبناها او عن موقف حتى من يدافع عنه منها. طيب خلينا نقول مبدئيا في طبعا فرق بين الناشط الحقوقي والناشط السياسي، لكن في الممارسة العملية في مواقف بعينها الخط دوت ممكن ما يبقاش موجود، وده يكون شيء طبيعي. بمعنى دلوقتي لما انا اكون قدام انتهاك ما تم هنا في اي حتة في العالم كله الى اخره، انا كانسان كبني ادم عادي بالامكان ان انا اتفاعل مع الواقعة اللي حصلت، تمام، واتضامن او اظهر تعاطفي مع جانب وقع عليه الانتهاك او ارفض هذا الانتهاك عامه بغض النظر ان انا اتضامن او اتعاطف. في الحاله ديت هل انا مطلوب مني ان انا اكون ناشط حقوق عشان اخد الموقف دوت، ولا انا كانسان عادي حتى قبل ما اكون ناشط سياسي او يعني بغض النظر ايه هي صفتي يعني من حقي ان انا اخد هذا الموقف؟ وهل تستطيع فصل هنا انتمائك السياسي؟ ما هنا خلينا نبقى واضحين، لما بنتكلم عن انتهاك هنا في مجموعه ظروف موضوعية في 1-2-3 كده اي انسان يقدر ان هو يراجعها ويعرف ان حصل فعلا انتهاك. في حالة ان لما يكون حصل انتهاك في الحالة ديت انا ما يهمنيش مين اللي بيتكلم، احنا معترفين ان انا عندي الادلة الواضحة ديت، ها حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. في الحالة ديت اي بني ادم منطقي الصح ان هو هيدين اللي حصل بغض النظر عن صفته. نيجي بقى للحتة اللي بيبقى فيها فعلا لابد من الفصل ما بين النشط الحقوقي والسياسي، ان انا دلوقتي امام توضيح مفهوم، ان انا امام ان انا ابين للناس اجراءات معينة لابد ان تتبع لما الدولة تقوم بالفعل فلان، زي مثلا لما عادنا نتكلم قبل عملية الفض على ايه هي الشروط التي يجب توفرها عشان الفض دوت يتم بشكل محترف ومهني ولا يمثل انتهاك. الحاله دي لابد ان اللي يتكلم فيها هو النشطاء الحقوقيين او العاملين في مجال حقوق الانسان بشكل واضح، لان عندهم معايير ومبادئ معروفه في القانون الدولي وفي المواثيق والعهود الدوليه محطوطه ومفصله في هذا الامر. هم دول اللي يقدروا يتكلموا عنها، لكن الناشط السياسي ما يقدرش يتكلم. جميل. هو على كل الاحوال دايما مهم ان يكون في من يمثل صوت الضمير في كل لحظه، ومهم ان هو يفضل متجرد دائما بحيث ان هو يبقى جدير بلقب ان يحمل صوت الضمير لما يتعلق الامر باي قضايا، حتى لو كان فيها اختلاف، حتى لو تدخل الهوى، حتى لو تدخلت حتى اعتبارات كثيره. اسمحوا لي ان اشكر ضيفي على الهوى مباشره، بشكر الاستاذ تامر موافي الباحث السياسي والناشط، اشكر كذلك الاستاذ مالك عدلي مدير مركز
شبكة محامية المركز المصري للحقوق السياسية والاجتماعية. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية الحية غير بعيدة عن موضوعنا. اسمحوا لي أن أترككم مع هذا التقرير عن سير التحقيقات مع القيادات التي تم القبض عليها من جماعة الإخوة المسلمين حتى هذه اللحظة. ابقوا معنا. أثارت نصوص التحقيقات مع قيادات الإخوان التي تناولتها وسائل الإعلام ردود فعل متباينة وجدلا حول تناقضها مع مواقفهم قبل القبض عليهم، بالرغم من عدم تأكيد مصادر أمنية صحة هذه التسريبات. فالقيادي في الجماعة سعد الكتتني أنكر عضويته في جماعة الإخوان، أما المرشد العام محمد بديع فقد حمل البلتاجي مسؤولية تمويل الجماعة وشراء الأسلحة وتدريب شباب الإخوان على استخدامها. مظاهرات 30 يونيو لم تكن ضد الإخوان ولا علاقة لي بمكتب الإرشاد، هذا ما رد به نائب المرشد خيرت الشاطر في تحقيق النيابة. وكذلك كان رد المرشد السابق مهدي عاكف الذي وصف الاتهامات الموجهة إليه حول تسليح الإخوان بالأقوال غير اللائقة. كما أنكر الداعية الإسلامي صفوت حجازي أي علاقة له بجماعة الإخوان، وذكر أنه مجرد مدافع عن الشرعية وأنه لا علم له بوجود قطعة سلاح واحدة في اعتصام رابعة، بالرغم من مواجهة النيابة له بمقاطع فيديو يحرض فيها على العنف. العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أنا لست عضوا في جماعة الإخوان المسلمين ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده، أحلف لكم بالطلاق. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم لو أعرف إن ميدان رابعة العدوية في سكينة عشان يقتلوا بها عسكري كنت اول واحد خرج من الميدان. لو الزمن رجع بينا ورا لا يمكن اقف جنب الاخوان. انا مش ضد عزل محمد مرسي ولا محاكمته ولا محاسبته، بمعنى اللي هيرشه بالميه هرشه بالدم. واحذروا غضه الاسلاميين. تسريبات يرى البعض انها قد تؤثر سلبا في ثقه مؤيدي الاخوان في قياداتهم، في حين يرى البعض الآخر أنها مراوغة وذكاء سياسي. موقف المؤيدين الآن أصبح يضعف يوما بعد يوم، وقد رأينا ذلك في المظاهرات التي تمت في جمعة الفتح ثم الجمعة التي تليها. الحشد قل جدا، ولكن صاحب ذلك الحشد بعض الجرائم زي القتل في أسوان أو في طنطا والجرحى، ولكن الحشد قل بدرجة كبيرة. فلا أظن أنهم هيستفيدوا من التسريبات الخاطئة، إنما التسريبات الخاطئة والتفسير الخاطئ هيؤدي إلى مزيد من الضعف ومزيد من الانغلاق. تسريبات التحقيقات غير المؤكدة حتى الآن تشبه الحرب النفسية بين الطرفين المؤيد والمعارض للإخوان، حيث ظهرت تسريبات أخرى يتهم فيها محمد بديع السلطات بسوء معاملته، ويسجل فيها الشاطر عدم اعترافه بالنائب العام. وقد يظهر في الأيام القادمة على أرض الواقع تأثير هذه التسريبات في حجم تأييد الإخوان في الشارع. هبة الحسيني، قناة دريم.